تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد، ماذا يعني التهديد الروسي بالتشويش فوق البحر المتوسط؟ العلاقات الروسية الإسرائيلية في أسوأ حالتها، فما الذي جرى وما قصة الطائرة الروسية؟ نمرة واحد في هذا التحليل، ماذا حدث؟ اللي حصل إن في طيارة عسكرية روسية، طائرة استطلاع L-20، الطيارة ديت مشيت بعد كده على ارتفاع منخفض علشان هتبدأ الهبوط، وهي على بعد 27 كيلو غرب بنياس وتستعد للهبوط، تم إسقاطها بصواريخ الدفاع الجوي السورية. طيب، هل سوريا اللي أسقطت هذه الطائرة؟ أول كلام الإسرائيليين قالوه إن سوريا اللي أسقطت، وأول كلام السوريين قالوه إن إسرائيل هي التي أسقطت، أو هي اللي ورا عملية الإسقاط. اللي حصل بالظبط إن الطائرة الروسية اللي فيها 15 مخابرات عسكرية روسية، بعد جولة في غرب سوريا وجولة في شرق البحر المتوسط بتستعد للهبوط، ففي طيارات مقاتلة إسرائيلية جات فوق الطائرة الروسية، يعني غطت نفسها من الطيارة الروسية، بقت هي اللي تحت بحيث أنها تستفز الدفاعات الجوية الإسرائيلية. فلما تطلع صواريخ من سوريا، أول طيارة هيقابلها الطيارة الروسية، تكون بقى هربت الطائرات الإسرائيلية. يعني ثلاث مستويات حضراتكم، بنتكلم على مستوى الأرضي، بعد كده مستوى، لو احنا قلنا ادي القاعدة الأرضية في هذا الاتجاه، يبقى ادي هنا المستوى الأرضي، ادي الأرض السورية، هم هنا الطيارة جاية من البحر المتوسط من هذه الناحية جاية على سوريا. فالطيارة لو احنا قلنا شكل آخر، يعني هي ماشية بتنزل تدريجيا تدريجيا عشان تنزل هنا غرب سوريا، أثناء النزول حصل عملية الإسقاط. الإسقاط إزاي؟ لو قلنا بقى ثلاث مستويات، أدي مستوى، دي الأرض، هنا الطائرة الروسية، وهنا الطائرة أو الطائرات الإسرائيلية. خدت بال حضرتك؟ يعني هنا الطائرات الإسرائيلية ظهرت، تم التقاطها هنا، فالدفاع الجوي جاي يضرب الطائرات الإسرائيلية مثلا، هي جاية من هذا الاتجاه، فالدفاع الجوي هيضرب الطيارة الإسرائيلية اللي هي هنا، جت هي ماشية مغطية نفسها بالطيارة اللي تحتيها اللي هي الطيارة L-20، فالدفاع الجوي بدل ما يضرب الطيارة الإسرائيلية اللي طلع عشانها، ضرب الطيارة الروسية اللي هي L-20. الرأي الروسي إن الطائرة الروسية ضربت بتواطؤ أو بترتيب أو بمؤامرة إسرائيلية. هم الإسرائيليين اللي هم عملوا هذه المناورة وهذا التضليل، التضليل تعبير روسي، بحيث أن هم لما الصاروخ الدفاع الجوي يطلع، ما يطلعش على الطائرة تكون أصلا دي عدت، تطلع على أول طائرة قدامها اللي هي الطائرة الروسية التي تم إسقاطها. هذا ما حدث. يبقى إذن 27 كيلو غرب مدينة بنياس تم إسقاط الطائرة اللي هي كانت خلاص بدأت تنزل وتستعد للهبوط، ورأي روسيا إن إسرائيل وراء الحادث. نمرة اتنين، ما هي رؤية إسرائيل؟ إسرائيل بتقول ملناش علاقة، بعتوا قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الرئيس بوتين رفض إن هو يقابله، إنما قعد مع القادة العسكريين في الجيش الروسي، إنما المفاجأة إن الجيش الروسي لم يقتنع بكلام الإسرائيليين، وشاف إن اللي حصل ده فيه تضليل، والكلام اللي قاله قائد سلاح الجو الإسرائيلي كلام غير مقنع. إسرائيل قالت إحنا بلغنا قبل الحادث وقلنا إحنا هنطير وهنتواجد فوق سوريا، إنما الروس بيقولوا إن قالوا لنا قبلها بدقيقة، وقالوا إن هيكونوا في الشمال لكن هم ظهروا في الغرب، وإن في عملية تضليل عمدية، وإن إسرائيل تعتبر هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة الروسية. نمرة ثلاثة، ما هي رؤية روسيا؟
روسيا زي ما قلت لحضراتكم شايفة ان اسرائيل ورا الموضوع، وبالتالي هتاخد موقف. نمرة واحد، وده اخطر شيء، ان صواريخ الدفاع الجوي S-300 كانت سوريا طلبها من زمان، انما روسيا لم تعطيها لسوريا. دلوقتي صواريخ الدفاع الجوي الروسية القوية S-300 هتروح روسيا، وده معناه خطر كبير جدا على سلاح الجو الإسرائيلي. مش هيقدر سلاح الجو الإسرائيلي يمشي في أجواء سوريا كما كان يمشي من قبل. لن تستطيع الطائرات أن تطير كما طارت من قبل. خلاص، في دفاع جوي قوي، في صواريخ S-300 ممكن تلاحق أي طائرة مقاتلة إسرائيلية، وده يعتبر تهديد كبير من الدفاع الجوي السوري إلى قوات الجوية أو سلاح الجو الإسرائيلي. نمرة اتنين، روسيا بينها وبين إسرائيل علاقات قوية، منها إلغاء التأشيرات. يعني الإسرائيليين يروحوا روسيا من غير فيزا، والروس بيروحوا إسرائيل من غير فيزا، في اتجاه لإلغاء هذا الأمر. نمرة ثلاثة، في اتجاه لخفض العلاقات ووقف المشاورات أو المحادثات مع بنيامين نتنياهو. نمرة أربعة، روسيا تفاجئ أمريكا وإسرائيل بقرار التشويش. إيه هو بقى قرار التشويش؟ يعني بإذن في قرارين في منتهى الخطورة عسكريا. القرار الأولاني إن S-300 هتروح لسوريا، وده معناه خطر على الطيران الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي كله. إنما نمرة اتنين، روسيا قالت إحنا هنشوش على أي طيارة تظهر شرق المتوسط. أي طيارة هتيجي من طائرات أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الناتو، إسرائيل، أيا كانت الطيارة هنشوش. التشويش معناه إيه؟ اللي قال وزير الدفاع الروسي وهنسمعه بعد قليل، إنه هيقطع الاتصالات بالأقمار الصناعية. لو الطيارة ملاحيا قطع الاتصال بالأقمار الصناعية وتم وقف عمل الرادارات، أصبحت الطيارة ماشية بدون ما تبصر أو ترى ما الذي يجري على الأرض. في هذه الحالة في بقى صواريخ S-300 جاهزة. يبقى أنت عندك صواريخ S-300 على الأرض، وعندك قطع وسائل الاتصال بالأقمار الصناعية في الجو بالنسبة للطيران المعادي. يبقى في هذه الحالة لو أمريكا عايزة تقصف بطائرات من البحر المتوسط، أو فرنسا أو بريطانيا أو إسرائيل، مش هتقدر، نتيجة S-300 على الأرض ونتيجة التشويش الروسي الذي سيبدأ فورا فوق الأراضي السورية زي ما قال الروس. يبقى ده القرار الخطير، وده شرحه وتفسيره، إن التشويش معناه قطع الاتصال بالأقمار الصناعية، إن رادارات تتعطل، إن مفيش رؤية لهذه الطائرات أثناء قصف سوريا. في نفس الوقت هيكون صواريخ S-300 واقفة للطائرات المعادية. نمرة خمسة، ما هو رد فعل إسرائيل على التشويش؟ إسرائيل في قلق شديد. هارتس الإسرائيلية بتقول إنه بوتين يقص أجنحة إسرائيل، وإنه دلوقتي منع الطيران فوق سوريا لو استمر أكتر من أسبوع يبقى مشكلة كبيرة. إنما لو اتجه بوتين إلى هذا الموقف المستمر، وإن هو كده سلاح الجو الإسرائيلي ما يقدرش يوصل، يبقى بوتين نجح في إن هو يقص أجنحة إسرائيل، وإن هو يحجم عمل سلاح الجو الإسرائيلي. إنما إسرائيل تأمل إن ده ما يحصلش، وكده في إحباط عسكري في إسرائيل. قبل كده في طيارة F-16 أسقطت الدفاعات الجوية السورية. دلوقتي الروس دخلوا إما بS-300 وإما بالتشويش، وبالتالي بقى موقف سلاح الجو الإسرائيلي يضعف يوما بعد يوم، وبالتالي كده في حالة من الإحباط النفسي في الأوساط العسكرية الإسرائيلية نتيجة تراجع أداء سلاح الجو الإسرائيلي أو التحجيم اللي الروس هيبدأوه إزاء سلاح الجو الإسرائيلي. النقطة السادسة والأخيرة، ما هو أخطر شيء في أزمة الطائرة الـ20؟ إيه أخطر حاجة في كل هذه القضية؟ أخطر حاجة هي السياسة مش السلاح، هو عدم الثقة اللي بقى بين روسيا وإسرائيل، فقدان روسيا الثقة تجاه إسرائيل. حضراتكم الاتحاد السوفيتي أول دولة في العالم
تعترف بإسرائيل سنة 48. 1948 أول دولة في العالم تعترف بإسرائيل كدولة الاتحاد السوفيتي. إنما بعد كده في 67 السوفيت قالوا الإسرائيليين يوقفوا حرب 67 مع باروش السوفيت، وبدأت أزمة ثقة، ثم قطع علاقات بين موسكو وبين إسرائيل. وهذه الأزمة استمرت لغاية سنة 91 اللي هو أواخر الاتحاد السوفيتي، رجعوا العلاقات بس أصلا بعد كده سقط الاتحاد السوفيتي. إنما روسيا مؤخرا بدأت تشك كتير جدا في نوايا إسرائيل تجاهها. طبعا إسرائيل حليف استراتيجي لأمريكا، لكن دايما كانت بتراعي روسيا وبتخاف من روسيا وتعمل حساب كبير جدا لروسيا. إنما دلوقتي الروس شايفين إن هم وقفوا ضدهم في موضوع أوكرانيا، وإن إسرائيل إدت سلاح لأوكرانيا ضد روسيا، وبعدين بعد كده ضربت الطيارة اللي فيها 15 ضابط مخابرات عسكرية روسي. وبالتالي الروس شايفين إن دول ما بقوش يركزوا كتير معانا، بدأوا يتحدون في أوكرانيا ويتحدون في سوريا، وإن هم رغم إن في 2 مليار دولار تبادل تجاري وفي إلغاء تأشيرات وفي مليون يهودي من أصل روسيا أو سوفيتي، رغم كل هذه العلاقات، رغم نتنياهو راح كذا مرة الكريملين 2018، رغم كل ده إلا إن روسيا الآن تشعر أنها لا يجب أن تثق في إسرائيل. ملخص ما فات. 1. ماذا حدث؟ طائرة عسكرية روسية تم إسقاطها في سوريا. الطائرة دي عليها 15 ضابط مخابرات عسكرية روسية. نمرة 2، رؤية إسرائيل ما عملناش، وبعتوا قائد سلاح الجو يشرح أن إسرائيل لم تتورط. 3، رؤية روسيا، لا إسرائيل عملتها وهنحاسبها، وأول الحساب صواريخ S-300 لسوريا، وهنشوش على أي طيارة تقدم إلى سوريا. 4، رد فعل إسرائيل على موضوع التشويش وS-300. لو بوتين استمر كده بيقص أجنحة إسرائيل، وإسرائيل في خطر. 5، وأخيرا، ما هو أخطر شيء في أزمة الطائرة L-20؟ فقدان الثقة إن روسيا لم تعد تثق في إسرائيل، وإن روسيا قد تحاسب إسرائيل أكثر مما تتوقع إسرائيل. هذا موجز هذه الأزمة الخطيرة جدا في المنطقة والعالم. لتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل، هنشوف الأول صواريخ S-300 اللي سوريا هتاخدها الأول مرة من روسيا، واللي تمثل خطر كبير جدا على سلاح الجو الإسرائيلي. 2، ديانة أبل، هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟ بي بي سي عملت تقرير مثير جدا عن شركة أبل وعشاق منتجات شركة أبل، وقت ان هم بدأوا يظهروا كأنهم طائفة دينية. هذه الطائفة طبقا لبي بي سي تبدو ملامحها في التالي. نمرة 1، ان مشاهد افتتاح اي متجر لأبل بيبدو اقرب الى اجتماعات الصلاة في مذاهب وديانات اخرى. نمرة 2، ان الحركة والصراخ وافتراش الارض بيبدو كأنه ايضا نوع من الطقوس الدينية او يشبه الطقوس الدينية في مذاهب وديانات ومعتقدات أخرى، ده كلام بي بي سي. أيضا إنه الناس بتيجي من مسافات طويلة جدا وتنتظر، سواء إن أبل عندها حاجة جديدة أو ما عندهاش، عندها حاجة جذابة أو مش جذابة، غالية أو رخيصة، في كل الأحوال هم هيروحوا لأبل وينتظروها، وإن ده نوع من العشق أو نوع من العبادة، زي بيقول مراسل أو كاتب بي بي سي إن ده أشبه بديانة جديدة، إن بغض النظر عن الأبعاد الأخرى هم يعشقون هذه الشركة ومنتجاتها إلى حد العبادة. والنقطة التالية، إن خطب ستيف جوبز اللي هو مؤسس أبل تبدو كأنها مواعظ، وإنها ملهمة، وإن فيها أبعاد أخلاقية، وإن ده مؤثر جداً، وأنه يبدو كالمسيح بالنسبة لهذه الطائفة الجديدة أو الذين يتجهون إلى أبل بغض النظر عما تقدمه الشركة لمستهلكيها. والنقطة التالية وهي صادمة، أن موقع زي CNET، هذا الموقع بيقول أن أبل
طائفة دينية أو تبدو كطائفة دينية، لها معبدها اللي هو المتجر، ولها مسيحها اللي هو ستيف جوبز. وبعدين بقى بي بي سي بتذهب إلى أبعد وتقول إن أطباء أعصاب درسوا المخ وقالوا إن الجماهير الكتيرة جدا الموجودة قدام متاجر أبل هي جماهير تشبه مشاعرها وارتياحها مشاعر المؤمنين اللي بيأدوا صلاة في ديانات ومعتقدات أخرى. ده كلام البي بي سي عما أسمته ديانة أبل أو اعتبار شركة أبل وزبائنها بمثابة طائفة دينية جديدة. طبعا ده كلام مثير للنقاش والاهتمام، إنما قطعا واضح تماما هو كلام غير صحيح، إن ده مجرد جمهور بيحب تكنولوجيا معينة، موجة معينة، تقليعة معينة، وعايز يمشي وراء هذه التقليعة أو هذه الموجة. فلما يطلع أحد أنواع الموبايل بيستنى الأحدث فالأحدث فالأحدث، وده بيحصل مع باقي الشركات المنافسة، وبيحصل أيضا في شركات أخرى بتنتج أشياء أخرى. وبالتالي لو شركة تلفزيونات الناس برضو ممكن تستناها، لو إن في تطوير جديد حصل في التلفزيون وأي تكنولوجيا فيها جديد، سواء جيل جديد أو تطوير جديد أو الانتقال من تكنولوجيا إلى أخرى، الناس كلها بتتجه كنظرة استهلاكية وسلوك استهلاكي طبيعي. إنما الموضوع لا فيه ديانة أبل ولا فيه طائفة دينية أبليون أو اللي هم أنصار أو محبي شركة أبل، إنما ده نوع من الدعاية الزيادة. أما إن تحليلات بقى المخ تؤدي إلى إن فيه أو أشارت إلى ارتياح يشبه ارتياح المؤمنين، ده كلام طبعا صعب نقول ما كلام علمي. هو الفكرة بس إن في إنسان سعيد بما يفعل، وإن معجب بهذه الشركة، أو فرحان إن في موبايل جديد مستنيه، أو جهاز كمبيوتر جديد مستنيه، فأي شعور بالسعادة والارتياح هو موجود تجاه ملايين المناسبات الأخرى، مش بس إن الإنسان يكون في متجر من متاجر شركة أبل. أما الكلام عن ستيف جوبز وإن هو يكون مسيح هذه الطائفة، فبرضه كلام مبالغ فيه جدا. ستيف جوبز مش فيلسوف ولا مفكر كبير الناس ممكن تستناه، ما هو شكانت ولا هو هيجل ولا هو ريني ديكارت ولا هو الفيلسوف اللي عنده فكر كبير جدا نقول عليه إن هو ملهم للآخرين. قصة نجاح قوية جدا مثيرة جدا، لكن عشان نقول إن هو المفكر أو الفيلسوف اللي عنده فكر أو علم يخلي كتير جدا من أنصاره ممكن يذهبوا إلى إن هو يكون له مكانة مقدسة أو مكانة كبيرة، إنما هو فقط شخص مشهور جدا، ناجح جدا، متميز جدا، قدم خدمة كبيرة جدا لتاريخ التكنولوجيا في العالم بإنجازات المهولة لشركة أبل، مش أكتر من كده. شركة أبل طبعا وصلت دلوقتي إلى تريليون دولار، أول شركة تريليونية في التاريخ، وطبعا ده جزء من الدعاية الكبيرة لشركة أبل الحديث عن ديانة أو عن طائفة دينية كما قالت محطة بي بي سي البريطانية. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.